السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم، يعني اللي شايفينه ده حقل بطاطس قدامكم، بس بصراحة يعني صاحب الحقل أو المزارع اللي زرع الحقل أهمل فيه شويتين. يعني هو ما كافحش الحشائش دي، الحشائش اللي طالعة جوا دي، يعني لم يكافحها إلا مرة واحدة أو مرتين، تمام. فطبعا انتوا عارفين ان كل رية، وبالذات في الأرض الطينية دي، أرض طينية يا جماعة، بالذات في الأرض الطينية دي، كل رية بسبب ان الأرض بتحتفظ بالمية بيطلع حشائش وأعشاب ضار، تمام يا جماعة، تمام. حقل البطاطس ده قبل ما يتزرع بطاطس كان مزروع عروة فاصوليا، فبالتالي كان في حبوب فاصوليا في الحقل. يعني فصدفة كده أنا بمر على الحقل، هو كان قال لي يعني شوف، علشان كان الحقل جاله ندوة متأخرة برضو يا جماعة، والحمد لله اتعالجت وتمام يعني، والحقل خلاص هو يعني على وشك ان المحصول بتاعه قرب يطلع، و هي المحصول بتاعه يعني خلاص، يعني على وشك ان هو خلاص هيتحصد، يعني قرب الحصاد بتاعه يجي. فانا لفت انتباهي وانا في جولة في الحقل او في المزرعة بتاع البطس دي، ان في فاصوليا طالعة وبصحة كويسة مع نفس الخدمة مع نفس كل حاجة. يا جماعة أنا يعني بركز دايما إن الحاجة اللي طلعت دي طلعت بكل المقاييس، بنفس الخدمة، ما زودلهاش حاجة، بنفس الجو، بنفس النطاق النباتي، يعني هي مع البطاطس في نطاق نباتي واحد. طيب أنا معاكم دلوقتي برضو هفحط تحت البطاطس وهشوف هل الفاصوليا دي مقصرة معايا، فخلينا بعد الفاصل نوريكم الفاصوليا وان ازاي جايبه انتاج في وسط البطاطس، وازاي بصحه كويسه، وازاي مش مؤثره على البطاطس في حاجه. برضو نفحص الجرة قدامكم ونشوف البطاطس من تحت عامله ايه، ما هي دي المقياس، هل ستؤثر على البطاطس بالسلب ولا لا. ممكن تاثر على انتاج البطاطس بالسلب، ودي بقى مشكله كبيره، تمام. فخلينا بعد الفاصل نوريكم الكلام ده كله. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. وادي دي اول نبات فاصوليا، دي اول عود فاصوليا هون قدامي، تمام يا جماعه. ده اول عود فاصوليا، اولا هو عامل محلاق هون، المحلاق ده فيه يا جماعه هون اهو بيعمل قرون جيده، لسه هون بيعمل قرون جيده هيا، وعامل زهره وتمام وكل حاجه. طيب نوريكم كده، نيجي كده مع نبات الفاصوليا هون، شايفين الطرح بتاعه، شايف احنا في حقل بطاطس يا جماعه، البطاطس اهي، البطاطس اهي، في حتى بطاطسايه طالعه على وش الارض اهي يا جماعه، اهي اهي في بطاطسايه اهي دي على وش الارض اهي، يعني من انتاج البطاطس. طيب نيجي ليه، ادي اول عود فاصوليا اهون، شايفين الانتاج بتاعه، والعود لسه صغير يعني، شوف اهون، وده ادي محلاق زهري، ادي محلاق اهون وعامله تاني، ادي محلاق، ادي يا جماعه اهي، ادي الفاصوليا اهي، تمام. يعني انا لفت انتباهي فقلت لازم اشارك ده فيديو معاكم ازاي، بحيث ان احنا ممكن نزرع في البطاطس
يعني بعد شهر من زراعتها او بعد شهر ونص نزرع فاصوليا. ما هو يعني ما دي طلعه كانت طالعه في نفس الميعاد من بعد حوالي شهر ونص، تمام؟ يعني بعد شهر ونص نزرع فاصوليا خضراء بحيث ناخد منها جمعة ولا اتنين وخلاص، يعني ما هو كده كده محصول جوه المحصول ومش هيكلفني، مش هيكلفني الحق التقاوي، فبحيث ان قبل ما اطلع محصول بطاطس اطلع لي بمحصول فاصوليا، يعني ايه يبقى الكفاءة الانتاجية اعلى. وطبعا انت عارفين التكاليف بتاع الزراعة بقت عاملة ازاي دلوقتي حاليا، وبالذات في بلدنا مصر هنا، والعائد مش كبير، يعتبر مفيش عائد اصلا يعني. فنيجي لتاني نبات فاصوليا، انتوا شايفين وللاسف يعني في حشائش ما كفيهاش كتير، بس اسلك نبات الفاصوليا من ضمنها، يعني هي طالعه في وسط الحشائش هيا وتمام اهو. بصوا يا جماعه شايفين الانتاج بتاعها عامل ازاي، عينها في بيئه يعني شوف الحشيش محاوط بقى من كل ناحيه، ما بالك لو بطس دي حقل. الحقل ده نظيف وفي مساحه واسعه، وشايف الضوء هو الاخر تماما، مش متعتم عليه شويه او. شايفين يا جماعه الفاصوليا عامله ازاي؟ طيب نيجي برضو، فالفكره النهارده ان احنا ناخد فكره من الطبيعه، يعني دي هديه الطبيعه اديتها لنا، ان ناخد فكره من الطبيعه ان ممكن نزرع محصول فاصوليا، مش ان ناخد منها فاصوليا بقى فاصوليا حبوب، لا ممكن ناخد منها فاصوليا خضراء قرون، فاصوليا خضراء زي كده. شايفين يا جماعه؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين دي انتاج عامل ازاي؟ اهو شايفين؟ بصوا يا جماعه يا طيب نيجي اهو دي يا جماعه ده نبات الفاصوليا اهو، ده نبات الفاصوليا جنبه الجوره بتاع الباطس دي. طب نشوف انتاج البطاطس من غير ما نفحت كمان، قبل ما نفحت شايفين البطاطس فين؟ شايفين يا جماعه؟ تمام اهي نفحت الجره دي كده اهو، من قبل ما اعمل حاجه. شايفين اهي ادي الاولانيه، ادي الثانيه، بس اما نوسع كده عشان ايه نوريكم. انا طبعا بفحب بايدي يا جماعه، يعني ايه طبعا مش هصل لعمق الارض برضو واوريكم البطس من تحت، يعني استحاله تمام، بس يعني المجمل العام ان في بطاطس، يعني هي مش مؤثره على انتاج البطاطس في حاجه، تمام يا جماعه؟ مش مؤثره على انتاج البطاطس، ده دول على وش الارض هما، يعني انا مش هعرف افحى بيه طبعا، يعني دي ارض طينيه والارض دي تقيله كمان، يعني مش هعرف افحى بايدي اجيب لكم كل اللي تحت، يعني شايفين؟ بس شايفين ده؟ بصوا يا جماعه تمام. نيجي برضو خلينا هون، دي بنفس الخدمه، انا مباشر خدمه الحقل ده، يعني لا تحط له حاجه زياده، ولا هو نفس خدمه الرش ونفس خدمه المبيدات اللي بتتحط في التربه وكل حاجه. برضو هنا اهي اهي ادي نبات الفاصوليا اهو يا جماعه، بصوا كده اهو. برضو نيجي تاني، دي هي طالعه بكثافه هنا والله، لان كان هو زارع عروه فاصوليا هنا قبل ما يزرع البطاطس، تمام؟ ادي برضو ده لسه صغير ما عملش حاجه خالص، ده لسه طالع تمام. نيجي برضو طالعين هون، اهو ده مظهر اهو يا جماعه، بادئ خلاص وخارج برضو بعض القرون الصغيره وهكذا، عشان بس وقت الفيديو ما يطولش عن كده. دي كانت فكره على السريع، يعني جات لنا هديه من الطبيعه، يعني انا ما يعني لا اقصد، يعني طبعا انا يعني ما انصحش اي حد برضو يحمل حاجه في البطاطس، لان البطاطس نبات طبعا كل محصوله تحت الارض، فاحنا ما نعرفش هل برضو المحصول ده لو اتزرع
هيضر بس بعد شهرين يعني، اظن اعتقد بعد شهرين من الزراعه او بعد شهر ونص من زراعه البطاطس، لو زرعنا مثلا محصول فاصوليا خضراء، فاصوليا خضراء بحيث انها تتجمع، مش هيأثر كثيرا على انتاج البطاطس او مش هيأثر خالص. اهو شايفين دي يا جماعه، اهو ادي قرن الفاصوليا اهو، تمام. ها فدي كانت الفكرة النهاردة. يمكن بعد كده، يمكن السنة يعني العام القادم إن شاء الله لما نيجي نزرع البطاطس الصيفي دي بإذن الله في العام المقبل، نعمل تجربة، نعمل كنترول في منطقة معينة ونعمل فيها التجربة دي، نشوف هل هتنجح ونشوف الإنتاج بتاعها من باقي إنتاج الأرض ونشوف الكلام ده كله، تمام يا جماعة؟ تمام. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ وايه رأيكم في الهدية دي بتاع الطبيعة دي؟ كل واحد يكتب رأيه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.